برضو يعني حتى من الحاجات في التعليق والرد على النشر الصحفي بقى، وحاولنا كتير جدا ان احنا نحجب اسم الصحيفة علشان نأكد على انه هدفنا مش ملاحقة ولا التعليق على اي زميل او اي صحيفة، احنا فقط على المكتوب، خاصة لما يكون بيتعمد نشر حاجة ضد النادي الاهلي في توقيتات معينة وبقى كذيب، مش بقى يعني انشر اخبار ما شئت، قول وجهات نظرك الفنية كما ترى، لكن لما تدعي ان دي اخبار ومن داخل الاهلي ومن داخل الغرف ومش عارف ايه، ويثبت ان انت بنفسك اللي بترد على نفسك بعد 24 ساعة. مش هذكر لكم اسم الصحيفة، لكن لما جورنان يطلع يقول لك السولية تحت التهديد، موسيماني يوافق على رحيل مسمار الارتكاز، والوفرة والسن ابرز المبررات، التخطيط اللي هي اللجنة يعني تتصدى لرغبة بيتسو، وبدائل عمرو غير مقنعة. يا سنة، عمرو السولية رفضه كده بيتسو بشكل غير طبيعي. الكلام ده كان يوم الأربعاء. تاني يوم اللي هو النهارده، نفس الجورنال اللي فات ده التلات، امبارح بقى في جورنال الأربعاء ألاقي رفض رحيل السولية، نفس الجورنال رفض رحيل السولية، اتجاه قوي ظهر في النادي الاهلي يميل الى رفض رحيل عمرو السوليه لاعب الوسط، بعد ايه بقى؟ بعد التمسك به من جانب المدير الفني الجنوب افريقي كعنصر اساسي بخلاف خبراته الكبيره التي يملك، شوفوا كان السن و و و و وله بدايل، اصبح نفس بيتسو موسيماني الكلام ينسب اليه، زي ما نسب اليه انه مش عايز عمرو، نسب اليه انه باي شكل من الاشكال عايز عمرو يكمل ويرفض اعارته الى اي دوله اي نادي خليجي. هي الفكره هنا ايه بقى؟ يضربوا اكتر من عصفور بحجر واحد. ازاي؟ يبينوا ان في خناقه بين لجنه التخطيط والمدير الفني. ايوه. ونرجع نقول هو موسيماني كل يوم بيبعت كلام للجنه التخطيط. يا جماعه خلينا عقلاني، طب نرد ولا ما نردش؟ خلينا عقلانيين شويه. ان لحد النهارده لم يثبت ان في شيء، ده هو حتى وكيل اللاعب لما قال اتمنى ان يعار، رجع تاني قال ده رايي الشخصي، اذا مفيش عروض رسميه جت لسه. عشان موسيماني الراجل كان مسافر ولسه جاي. يعني هو كده انه يدخلك يعمل لك نوع من التوتر سواء مقصود او غير مقصود للعيبه، يعني ماشي بقى في السياق اللي احنا بنتكلم ولا حتى علاقات الاهلي مع الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي والكابتن شاوي غريب ربنا يوفقه، بيسعى انه يعمل افضل قائمه يسافر بها طوكيو ان شاء الله. الاقي نفس الصحيفه الاهلي يضرب احلام المنتخب الاولمبي. بصوا بقى ليه يا سيدي؟ قال لك رفض مشاركه الشناوي في دوري طوكيو بسبب دوري الابطال، فيرد عليه جورنان كبير في نفس المؤسسه يقول له شوقي غريب بينتظر جلسه الجبلايه ومسؤول الاهلي لتحديد القائمه، وانه الجهاز الفني للمنتخب بينتظر يعقد جلسه مع مسؤول النادي الاهلي في حضور المهندس احمد مجاهد رئيس اللجنه المؤقته باتحاد الكره من اجل التنسيق حول انضمام اللاعبين في الفتره التي تشهد مباريات دوري ابطال افريقيا وكاس مصر. يعني حتى نفس المؤسسه في جورنان كبير هو اللي بيقول ده، وتقول صحيفه الوطن انه في ثلاث سيناريوهات لانهاء ازمه الاهلي والمنتخب الاولمبي قبل اولمبياد طوكيو. وقالت الوطن انه من المقرر ان يصل المنتخب الاولمبي الى طوكيو يوم 16 يوليو للدخول في الفقاعة الطبية استعدادا لدورة الألعاب اللي هتبقى من 23/7 ل 15/8. إذن لا الأهلي ضرب أحلام المنتخب، ولا الأهلي بيعادي شوقي غريب، ولا الأهلي بيرخم على اتحاد الكرة، ولا في أي حاجة من كده على الإطلاق، لكن هي إثارة الأزمات باستمرار. وعشان كده ده منهجنا، إن احنا بنقول لكم الجورنان ده قال كذا يوم الثلاث ورجع يوم الأربع قال كذا، والحقيقة هي إنه لسه احمد مجاهد هياخد شوقي غريب ويقعدوا مع مسؤول النادي الاهلي ويشوفوا تنسيق المواعيد للفتره اللي جايه ايه، والمؤكد ان الاهلي عنده كل الاستعداد لدعم المنتخب. بس انا عايز اقول بسرعه قبل ما نطلع الفاصل، اذا كان يعني طلب ضم اي لاعب من الاتحاد الدولي غير ملزم في الدوره الاولمبيه، فبقدر ما سيضار المنتخب الاولمبي بقدر ما سيستفيد، لان انت برضو في منتخبات هتفقد، زي مثلا ممكن الارجنتين اللي طلبت ميسي مثلا، او
اي فرقه تانية تطلب لعيبه على هذا المستوى انديتها مش هتوقف. محمد صلاح انت حرمت من محمد صلاح، لكن المنتخبات الاخرى حرمت. ولغايه دلوقتي ليفربول ما بعتش رد بالرفض النهائي. انا بفترض اذا كان من حق ليفربول ان يفرض محمد صلاح مش هيدي ساديو ماني، فاهم قصدي؟ يعني انت هتحرم من عناصر، لكن انا كمان شايف ان المنتخب الاولمبي يعني النهارده في وفره في خط الظهر جامده جدا، يعني النقص هيبقى الاطراف ودي موجوده في مصر. مصطفى محمد بكره مسافر تركيا عشان يحاول هو الاخر يتفاوض مع نادي جلطة سراي ناديه على امل انه يرجع للمنتخب ان شاء الله. اتوقع ان جلطة سراي هيوافق لسببين، ان الادوار التمهيديه في اوروبا يستطيع ان ياخدها، لكن الاهم من كده ما هو عنده لعيب عايز يعرضه بقى. فلو هو هيبقى موفق بالشكل ده، اللعيب اللي هيدفع فيه 5 مليون اللي هو لسه ما اشتراهوش من الزمالك، هو لسه عايز يفعل الشارع. يا عم هيشتريه. عنده البند من حقه. لا هو بقى ثمنه 20 او 30 مليون دولار هيشتريه في ثانيه. طب افرض ما وفقش، ممكن يبقى له راي ثاني. يعني هو هيستفيد من مشاركه كابتن مصطفى محمد في الاولمبياد، اللي نتمنى لو شارك ان ربنا يوفقه جدا جدا جدا، ويا رب يعوض او يكرر تجربه النني وصلاح.